وأظهر إن يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. اسمح الله يأتيك تركيب بهذا الشكل، تقول أظن ويظنان الزيدين أخوين، أظن مع زيدين أخوين هذان مفعولها، لا تريد غير هذا. يظنان مفعول الأول، أين مفعول الثاني؟ إذا أتيت به قلت يظنان إياهما، لقلت يظنان إياهما إياهما جيدة، تطابق أخوين وهو مفسرها، إياه مذنب هذا مذنب، لكن تخالف ما هي خبر عنه وهو الياء. فالأصل أنا أخ، وإذا قلت إياه ممتازة، طابقت الياء، الياء مفرد وهي خبر عنه، طابقت ما هي خبر عنه بالمعنى، فالياء مفرد وإياه مفرد لكنها خالفت مفسرها، اخرج عن هذا كله وقل أخا. أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، أنا بدل ما أقول زيدا وعمرا أقول زيدين حتى يكون أسهل. هذا إذا أهملت الثانية، هذا في مثل سوف أهمل الأولى، فأقول يظناني وأظن الزيدين أخوين، أظن الزيدين أخوين، لا تريد شيئا، هذا فاعلها مستقدرانا والزيدين أخوين مفعولها، بقيت في يظناني الياء مفعول هذا الأول، إن قلت يظناني إياه مفرد، طابقت الياء وهي في الأصل خبر عنها وهذا جيد، لكن خالفت مفسرة وهو أخوين، وإذا قلت إياهما طابقت المفسرة وخالفت ما هي خبر عنها لا والياء، ائت بها قل أخوين وتكون تركيب غريب يكون أخا، لا تستطيع أن تجعله هنا، أولا هو خبر لا يجوز حذفه، وهو منصوب لا يجوز إضماره قبل الذكر، ائت به متأخرة فيكون تركيب غريب، يكون تركيب يظناني وأظن الزيدين أخوين أخوان أخا. الله أعلم.